Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكلهم تعزون. إذن مرحبا بكم في قناتنا ألواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne ألواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معرفي في مادة الرياضيات. إذن لازلنا ندرس هذا الكتاب الذي هو بانوراما en mathématiques deuxième année collégiale. إذن لازلنا ندرس هذا الكتاب الذي هو بانوراما. إذن وصلنا إلى الصفحة 151. L'exercice 12 énonce et dit résoudre les équations suivantes. On a 6 équations. إذن تيقولنا التمرين أوجد حلول المعادلات التالية. إذن عندنا المعادلة الأولى هي 11x موان entre parenthèses 7x plus 4 est égal à 3. Et donc, أول حاجة حاول نتوما توقفوا الفيديو وتجاوبوا على سميتو المعادلات سواء كان مقرر عندكم ولا مقرر حاول نتوما تجاوبوا على التمرين ثم بعد ذلك سترون كيف أجبتوا على التمارين. إذن أول حاجة دائما تكتبوا التمرين الرقم ديالو ليكزيرسيس 12 دون لا باج 151 وتكتب انت ريزودغ لي زيكواسيون ولا تكتب جو ريزو لي زيكواسيون سويفونت. إذا عندنا المعادلة الأولى كما ترون هي 11x 11x موان 7x بلس 4 إيكالا 3. أول حاجة دائما نركزو مزيان هادشي داخل الأقواس واش فيه زائد ولا فيه ناقص. إذا إلا كان فيه ناقص غتيكون مشكل كان ناقص أسميتو كل زائد خاصو يتحول إلى ناقص. ركزو مزيان لأن إلا خطأتي في إشارة كانت مثلا هنا زائد 4 ودرتي ناقص 4 راه يمشي ليك التمرين واخا ديرو بطريقة صحيحة. إذا المعطيات دائما تنتأكد واش نقلتهم إذا تلاحظو بأنه كاين هنا 7x بلس 4. إذا تنقل المعطيات بطريقه صحيحه وتنبدا نجاوب خطوه خطوه. اذا 11x ما غادي نغير والو غادي نتخلص اولا من الاقواس هما الاولانيين كيف تنقول لكم دائما. اذا 11x موان 7x هذه دخلت على ناقص اصبحت ناقص 7x هنا بدخل كذلك ناقص بلس 4 هي موان 4 ايتيغال 3. اذا اش نديرو تنجمعوا الارقام في واحد الضفه واحد الجهه على اليمين ولا سميتو لي زيكس على جهه على اليسار. اذا ما تعطينا 11x موان 7x هي 4x. إذا لما حالي عندك مثلا 4 ديال 11 واحد 11 لواحد المسألة نقسم لهم 7 ديال هذيك المسألة بتعطيك 4. إذا 11x موان 7x إيكالا 4x ما تخلعكمش هاد x ديروها بحال هكا ما كاينش وحط في الآخر حطوها 11 ناقص 7 هي 4 وتنكتب وحدها x. إذا تتساوي لنا ناقص 4 إيكالا 3 ثلاثي في إذا ناقص 4 بغينا ندوزو للإتجاه الآخر. لاحظوا هنا كاين ناقص 4 وبتولي هنا زائد 4. إذا انتقلت الضفة الأخرى بتولي فيها بلس 4 بتولي عندنا 4x إيكالا 3 بلس 4 إيكالا 7. إذا تنكتبو مادام عندنا 4x تساوي 7 إذا x تساوي 7 مقسومة على 4 وتنكتبو هاد العبارة كيف تنقول لكم دائما لا سوليسيون دو ليكواسيون إي داكشي اللي لقيتي أنت في هاد التمرين. إذا هي 7 على 4. نجيو المعادلة الثانية اللي هي الموالية هي 5 ميتوبلي با 8x موان 9 موان 24 إيكالا 10x. أول حاجة تنقول لك دائما هو نتخلصو من الأقواس. إذا 5 تنضربوها في 8x تعطينا 40x 5 موان ميتوبلي با 9 هي 45 وفيها موان ثم عندنا موان 24 إيكالا 10x تعطينا نحسبو بعدا هذا هو الأول. إذا ناقص 45 ناقص 24 هي ناقص 69 راه باينة. إذا عندنا 40x موان 69 إيكالا 10x. إذا تلاحظوا كاين هنا لي زيكس على اليمين وعلى اليسار. إذا غنديهم على اليسار وهذه غادي نحولها لاتجاه آخر يبقى تولي عندنا 40x موان 10. إذا تلاحظوا كانت هنا زائد بتولي في اتجاه حولنا الجهة الأخرى بتولي فيها ناقص وهاد ناقص 69 حولنا لاتجاه آخر ولات زائد 69. إذا غادي تشوفوا بأنه هنا 40 ناقص 10 هي 30x تساوي 69 دونك x إيكالا 69 سيغ 30. هنا تنعرفو 30 هي 3 فوا 10 وهاد 69 هي 3 فوا 23 تنختزلو سميتو بثلاثة تتعطينا أون غيدو أفيك 3 أون تخوف 23 سيغ 10 وتنكتبو لا سوليسيون دو ليكواسيون 23 سيغ 10. حنا جاوبنا على المعادلة الثانية غادي نشوفو المعادلة الموالية. إذا المعادلة الموالية هي 4x بلس 2 كيف تشوف 4x بلس 2 موان كذا. إذا نقلوها بطريقة صحيحة. إذا ها هو المكمل ديال التمرين 12 أون 4 ميتيبلي باغ إكس بلس 2 موان 3
moins 11x est égal à moins 1. دائما تنتأكد واش المعادلة نقلتها بطريقة صحيحة ولا لا. عاد تنبدا تنجاوب. إذن هنا تنتخلصوا من الأقواس. هو الأول 4 ملتيبلي باغ إكس ها هي 4 ملتيبلي باغ 2 هي 8 موان 3 ها هي موان مع موان هاد موان مع هاد موان بيعطينا بلوس. ها هو تتشوفوا هنا. إذن ثم ناقص ناقص 11 إكس هي موان هي بلوس 11 إكس إتيكالا موان زه. إذن غادي نجمعو دوك لي زيكس حدا بعضياتهم 4 إكس بلوس 11 إكس هي درناها وهاد 8 ناقص 3 هي 5 باينة تتعطينا إتيكالا موان زه. إذن بغينا نحصلو على 4 إكس زائد 11 إكس هي 15 إكس إتيكالا موان زه. ولاحظو هاد كانت هنا زائد 5 دوزنا للجهة الأخرى هي دوزنا لمورا تساوي تتعطينا موان زان موان 5 كانت فيها بلوس وتولي فيها موان. ها هي تتشوفوها. إذا عندنا ناقص 1 ناقص 5 هي ناقص 6 سولا سينيفي كو إكس إتيكالا موان 6 سور 15 وهاد 6 هي 3 في 2 هادو حيت مضاعفة ديال 3 6 تساوي 3 في 2 و 15 تساوي 3 في 5 تنختزلو ب 3 تتعطينا موان 2 سور 5 وتنتأكدو بأنه راه الرمز سميتو الإشارة سميتو لو سين هو موان وتنكتبوها ما نساوهاش موان 2 سور 5 ولا سوليسيون. تكتب دائما هذه العباره مهمه تكتبها في اخر جواب. لا سوليسيون دو ليكواسيون هي اي موان 2 سور 5. شوفوا المعادله المواليه عندنا 7 ملتيبلي بار اكس موان 5 موان 3 ملتيبلي بار 2 موان اكس ايتيكال 8 اكس. اول حاجه تنديروا تنتخلصوا من هذه الاقواس. اذا تنديروا 7 ملتيبلي بار اكس هي 7 اكس موان ها هي 7 اكس 7 مضروبه في كذلك 5 هي 35 وتنديروا الاشاره اللي هي ناقص هي درنا ناقص 35. ثم عندنا 3 فوا 2 صافي 6 اي موان هي موان 6 هنا ناقص 3 مضروبه في 2 هي ناقص 6 ناقص 3 مضروبه في ناقص 5 ناقص اكس هي زائد. اذا تلاحظوا كاين هنا ناقص وناقص مضروبين في بعضياتهم بتعطينا زائد. اذا تتعطينا 3 اكس. ثم الجهه الاخرى تنخليوها كيف كانت 8 اكس موان زه. غادي نشوفوا دروكا هنا بغينا نجمعو هاد. لاحظوا هنا عندنا 7 إكس هادو لي فيهم إكس كاينة 7 إكس و 3 إكس. إذا 7 إكس زائد 3 إكس هي 10 إكس. عندنا ناقص 35 ناقص 6 هي ناقص 41 صحيح. ثم إتيكال 8 إكس موان موان زان. إذا أش يبان ليكم هنا كاين لي زيكس على اليمين وعلى اليسار. غادي ندوزو من الإتجاه هكا تتولي كانت هنا زائد وبتولي هنا 8 ناقص. إذا عطاتنا 10 إكس ناقص 8 إكس. هاد ناقص واحد كيبقى في بلاصتو ولكن هاد ناقص 41 تحولت للجهة الأخرى كانت فيها ناقص وتولي فيها زائد 41. إذا ناقص واحد زائد 41 هي 40 بحال عندنا 40 41 ناقص واحد هي 40 وتتولي عندنا هنا 10 إكس موان 8 إكس هي 2 إكس. 10 ديال الحاجات نقسم منهم 8 ديال الحاجات تانا 10 ديال التفاحات نقسم منهم 8 تفاحة تعطينا جوج تفاحات. إذا 2 إكس إتيكالا 40 دونك إكس إتيكالا 40 سيغ 2 إتيكالا 20 دونك إكس إتيكالا 20. إذا لقينا إكس تساوي 20 ولكن نكملو الجواب نكتبو لا سوليسيون دو ليكواسيون إي 20. إذا حل المعادلة هو 20 جزء ما بقي من التمرين. عندنا المعادلة كيف تشوف 5 ملتيبلي باغ 6 إكس بلوس 13 إذا ها هو. إذا عندنا الكمالة ديال ليكزارسيس كي تشوفو دون لاباس 51 5. إذا أول حاجة تنتخلصو من الأقواس تنكتبو المعادلة كما هي وتنتخلصو من دوك الأقواس. 5 مضروبة في 6 إكس هي 30 إكس 5 مضروبة في 13 هي 65 5 في 10 50 زائد 15 هي 65 تتساوي 2 ملتيبلي باغ 11 22 إكس 2 ملتيبلي باغ موان 4 هي موان 8. إذا المعادلة مزيان. دوك هاد لي زيكس بغي ندوزو من الضفة الأخرى ولا الجهة الأخرى. إذا تعطينا 30 إكس هي موان موان 22 علاش كانت هنا زائد حولنا للجهة الأخرى دوزنا لها الإتجاه هنا وتولي فيها موان 22 إكس. إذا كذلك هنا زائد 65 وتدوز للجهة الأخرى وتولي فيها ناقص 65. لاحظوا هنا كانت ناقص 8 إذا ها هي ناقص 8 ناقص 65. إذا دائما تنلعبوا على الأرقام تندوزوهم الجهة اليمنى وسميتو لي زيكس تنديرو الجهة الأخرى على اليسرى تنحصلو على ناقص 8 ناقص 65 هي ناقص 73. ثم تتعطينا في الأخير 30 إكس ناقص 22 إكس هي 8 إكس إتيكالا موان 73 دونك إكس إتيكالا موان 73 سور 8. إذا تتساوي إكس ناقص 73 على 8. أنا ما كتبتش هاديك العبارة قلت لكم تكتبو لا سوليسيون دو ليكواسيون إي وتكتبو هذا الرقم. ندوزو المعادلة الموالية 8 ملتيبلي باغ 3 إكس بلوس 11 بلوس 5 ملتيبلي باغ 2 إكس موان 9
égal à 4 multiplié par x moins 1. Et donc, transforme l'aquas minon coulomb. Et donc, t'en darbo 8 fois 3x, 24, 4x. 8 fois 11, 88. 5, on darbo 2x, 10x. 5, on darbo 9, 45. Mais qu'il y a un seul, qu'il y a un seul, qu'il y a un seul, 45. Zial, autre, 4x. 4 multiplié par x, il y a 4x. 4 multiplié par 1, il y a 4. Mais qu'il y a un moins. Et donc, حنا نجمعوا بعداد لي زيكس اللي عندنا هنا، عندنا هنا 24x و 10x هي 34x. هنا كذلك عندنا 88 ناقص 45 تعطينا 43. إذا نحصلوا هاد الضفة على اليسار تعطينا 34x بلس 43. الجهة سميتو داكشي بقى على اليمين بقى كيف كان في الأول 4x ناقص 4 هو. ثم عندنا إذن غادي ندوزو دروك هاد لي زيكس في هاد الاتجاه. إذن غادي تحول هنا الضفة سميتو على اليسار وهادي تمشي على اليمين. إذن بتولي عندنا 34 إكس ناقص 4 ها هي، ثم عندنا موان 4 بغينا نزيدوها هاد كانت بغينا نقصو منها هادي تتولي موان 43. علاش موان؟ لأن كانت فيها هنا زائد. إذن ثم تنحصلو هنا في الأخير ناقص 4 ناقص 43 هي ناقص 47. وهنا عطاتنا 34 ناقص 4 هي 30 اكس، وتنحصلوا على في الاخير اكس ايتيغالا موان 47 سور 30 ما يمكنناش نختزلوها. وهنا كنكتبوا في الاخير لا سوليسيون دو ليكواسيون اي موان 47 سور 30. وهكذا نكون اجبنا عن التمرين الثاني عشر. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم. اذا اعجبكم الفيديو اتركوا لنا تعليقا جيدا. الى ما فهمتوا شي حاجه اكتبوها لنا في لي كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.